مع فاطمة كراي. ندرة المياه في تونس والحلول التكنولوجية الممكنة. عندنا برشا سنوات وخاصة العام هذا نتحدث فيه برشا على ندرة المياه في تونس. علاش؟ لأنه الماء وندرة الماء اليوم مس مياه الشرب. اليوم قصان الماء وعدم وجود المياه رجع تونس إلى جدل جديد كان قديم قبل، ولكن جدل جديد حول تطوير التكنولوجي لاستخراج المياه ولتحلية مياه البحر. ندرة المياه في بلادنا ماهيش من اليوم وماهيش مفاجأة، بل هي كانت حديث العلماء والباحثين والاستراتيجيين منذ 30 سنة على الأقل، اللي قالولنا ابتداء من 2025 فإنه تونس ستعاني من الجفاف لأنه قلة الأمطار باش تكون موجودة نظرا للتقلبات المناخية، وكذلك حتى الوجود الجغرافي لتونس معناتها يقول هذا، وإمكانية مزيد من التصحر للبلاد التونسية للتراب التونسي، وهذا نعرفه. اليوم ندرة المياه في تونس ما يلزمش تقعد حد الحديث وحد زاد التوصيف، يلزم تكون فما حلول علمية، والحلول العلمية ارتباطا بالجامعة التونسية في كل إمكانياتها وكل اختصاصاتها يمكن أن نلقاو الحلول التكنولوجية، ولكن لقائل أن يقول منين التمويل متاع الحلول هذه، لأنه تحلية مياه البحر كانت مكلفة ولا زالت تقريبا مكلفة، ولكنها في تناقص الآن لأنه التكنولوجيا أصبحت مشاعة ربما لأكثر البلدان، وأصبحت الشركات اللي تقوم بالشيء هذا والجهات اللي تقوم بالحلول التكنولوجية من تحلية مياه البحر خاصة أصبحت في متناول ربما مجموعة من الدول اللي ما كانتش قبل ممكن أنهي تحصل على الحلول هذه. تونس اليوم يلزم فيها خطة استراتيجية، ولكن الخطة هذه يلزم تكون متوسطة المدى وطويلة المدى. أما متوسطة المدى فإنه المحطات لتحلية مياه البحر مثل اللي وقعت مع صفاقس واللي هي تمول فيها جهات أجنبية واقفة مع تونس، وكذلك تونس البلاد من حيث الاقتراض وكذلك الدراسات، يمكن أن نعم التجربة هذه من ما موجود الآن في جرجيس مع اليابانيين إلى كل المناطق التي تحتاج إلى هذه الحلول. ولكن حلول متوسطة المدى أيضا وقريبة المدى المفروض أنه تتقام في جهر الأودية وكذلك هذه السدود اللي ممكن أنه جهرها وإبعاد الطمي عنها يمكن أن توفر لنا نسبة باهية من المياه لما يحل موسم الأمطار. الحل الثالث أيضا اللي هو على مستوى متوسط ولكن نراه على مستوى استراتيجي، وهو عمليات الاستمطار. إذا كان باش تبدأ في تونس اليوم على مستوى التجربة فيجب أن تكون خطة لها أسسها، وكذلك كيف تبدأ وكيف تنتهي، وإن الجامعة التونسية بباحثيها وبطلابها وباختصاصاتها يمكن أن تفيد البلاد من حيث الهندسة المائية والهندسة الفلاحية والهندسة التكنولوجية. ندرة المياه في تونس ما يلزمهاش تقعد على حد الحديث والتوصيف والشرح وكذلك محاولة التحسيس بهذا الملف الخطير، ولكن يجب أن تكون الحلول التكنولوجية نابعة من العلم والمعرفة والعقل الخلاق في هالبلاد.